ستويانوفيتش المصاب. ايضا هناك حارس مميز يوسف بدر العبد الله ينتظر دوره للدخول. احمد الاحمر امامه الرئيس، دفاع رائع لباسل الرئيس امام احد اخطر اللاعبين في المنتخب المصري. احمد الاحمر، اسلام حسن دخل الدفاع، دفاع رائع الى حد الان متماسك للمنتخب القطري، اشاره بلعبه سلبي يجب التسديد على ثبات والقائم مرة ثانية. قائم ساريتشا يتصدى للمرة الثانية بعد ما انصد كرة يحيى درع. الآن إسلام حسن بالحق أمامه ممدوحة هاشم. تبقى الكرة للعنابي كمال ملاش في التنسيق، يتقاطع مع رواني عبد الحق، يدخل كدائرة ثاني كمال ملاش، دخل الدفاع تصل الكربي أو مصطفى كراد في الجهة اليمنى. خير كل التشكيلة، خرج فريق ودخل فريق فاليرو ليفيرا ما عدا ساريتشا بقي على مستوى الحراسة. عبد الحق كمال ملاش، دفاع أيضا شرس للمنتخب المصري، ضغط على حامل الكرة، صعوبة في إيجاد الحلول وفاليرو ليفيرا يطلب وقت مستقطع لكي يعطي الحلول في الهجوم التي هي لم يجدها كمال ملاش ورواني وأيضا عبد الحق.